انا بصفتي صاحب قارب مثل قارب ديال الاخ السي محمد، انا بحكم انني كنمارس هذه المهنه لمده واحد 39 سنه، السيد كنعرف واحد 30 سنه، يعني حشومه هذه الاداره نهمشوا واحد اللي هو ولد المهنه، وحنا عندنا به هذا السيد كينفعنا حنا بزاف، كيمد لنا يد المساعده. هاد الوزاره اللي بغات تحبس ليه المعيشه ديالو خاصها تعرفوا هي منين دار هذيك الماء، حيت هذا مشروع معيشي. هاد السيد راه كيفاش دارو؟ راه تقاتل وجاع باش دار هذاك القاري، وراه باقي دابا غارق بكريديات. تنوض يعني بين عشيه وضحاها تسحب منه هاد تسحب منه الرخصه وتهمشوا، اش غايدير هذا؟ يمشي الاجرام؟ وحنا بغينا حنا ماشي ضد، حنا ماشي ضد النظام العام، حنا تحت القانون. ولكن هذا الوضع ديال هذا السيد حنا كلنا سارعين، كاع حنا انا فلوكتي حنا ولا فلوكه الاخوان كاملين، نفس كيفاش مصيبه هذا الفليك ديال هذا السيد بسمو. دابا كان هو عنده واحد المشكله، سوى الوضعيه ديالو، جا عند الناس سوى عندهم الوضعيه، يعني مده 4 سنين وانتم ما مشينا السيد ما عطيتوه. دابا الانسان ملي حكمتي عليه بواحد القرار عطيه واحد القرار باش نوى هذا السيد، علاش؟ باش يعرف راسه علاش؟ برر لي القرار ديالو. هاد السيد ما جيتي قلتي لي ما غتهبطش، ما غتمارسش المهنه ديالك وما عطاكش الرخصه ديالك. عندك هاد الاخ وعندك هاد الاخ، توا هاد بحكم مسكين انا كيعيش في الباديه، حكم الجفاف. الانسان شنو المصدر ديالو؟ ها هو الفلاحه، ظروف المناخ تحبس لي توا رزقه. راه كيقول واحد المثل، قطع الاعناق ولا تقطع الارزاق. هاد الاخ اخويا عنده قارب من نوع شكادا، المواصفات القانونيه كامله متوفره فيه. كيتفاجئ دابا 4 سنين وما قفل ليه القارب ديالو بدون سبب. دون وجه حق. كاين من نوع هذا القارب كاينه شي 64 فلوكه حتى 60 فلوكه خدامه في جديده، ديو جديده، كلشي خدام كلشي هذه، الا هذا هو واحد القوارب جوج ام واحد، هو راه كاين هو والاخ ديالنا رضوان، هما اللي عندهم داير لهم هاد العراقيل. ما عرف هاد العراقيل شكون دايرها، واش اداره، وزاره، شي مسؤول. وضعيه ولات عنده صعيبه معيشيه، 4 سنين هو بارك، الابن ديالو عنده مريض ذهنيا، مصاريف بالزوجه ديالو، بحكم انا ابن الحي ديالو، وتنا عندي تنا مهني معاهم في هذا الدومين ومعاهم في جمعيه ديال القوارب شكادا. يعني هاد السيد راه دابا اليوم مملوك، كما كيقولوا الملك يبلغ المستعظم، راه اليوم جا وقف دار اضراب عين طعام باش يلقى حل لراسو. والغريب في الامر ان هذا القارب ديال شكادا راه كيخدم فيه حتى 10 الاشخاص، يعني راه 10 العائلات 4 سنين هما كيعانيو. بالنسبه لكم تقريبا كنا داركم الثمن شي حبسوا لهذا القارب؟ ما عرفنا السبب، دار الحال الحالي باقا ما عرفنا السبب. مسؤولين من الاداره اللي حبسوا هذا القارب، وكاينه قوارب عده خدامه. وكاينه شي قوارب كاينه هنا في جديده، ماشي ديال منطقه جديده، ديال مناطق اخرى، وربما ما عندهاش الوراق، ما كايناش، وداخله هنا وبطرق غير قانونيه وخدامه. وهاد السيد اللي متوفره فيه جميع الشروط القانونيه، وشحال من الاداره كدايم معاه في هاد 4 سنين. الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حيت كيدير بالنسبه للمبيعات اللي كيصرح بها في سوق السمك، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لوديب، ارضيه، بلديه، المنقيد، كيقطعوا لنا 13.5%. يعني هاد 4 سنين شوف شحال كان شوف القوارض شحال كيبيعوا في المارشيد، شوف الدوله شحال ضاعت معاه. راه ماشي غير ضيع غير هو ولدوك 10 العائلات، راه حتى واحد الصندوق ديال الدوله واحد المبلغ مهم ضاع معاه فيه. دخلنا عند المسؤولين كيقول لك اودي هاد المشكله ديال هاد الناس ما بقاتش عندنا حنا، بقات المشكله عند الوزاره تعطينا شي تعطيهم السبب علاش الحاله. فعلا هاد الشيء اللي وصل للوزاره حقيقي ولا مش حقيقي؟ ماشي حقيقي. دابا هو مشى للوزاره وصلها العبار الاولاني، اما ملي سوى ملي جا دار معاهم الصلح وسوى الوضعيه ديالو ما وصلهمش هاد العبارات. خاص هاد الوثائق دابا اللي هي كاينه في القارب هي اللي خاصها توصلها. طلع هو بالتعيه 4 سنين ما خلى فين مشى، حيت انا كنت مشى للوزاره كما كيقول، حيت انا ولد الدرب ديالهم كتعرفوا واحد في الدومين ديالهم عارفوا شنو دايز عليه، ما خلى فين مشى. الحاله اليوم ديال خيط في مرة تما كما كتشوفوا راه صافي، يعني ولا كيقول لك اللهم نموت، نموت بعدا بكرامه، احسن من نموت بالجوع، نموت مدلول وعنده ولد معاق ذهنيا كما قلت لك، الزوجه وغلاء المعيشة، كيقولك عوض من نموت مدلول، اللهم نموت بكرامتي. وكنشكر هاد الناس اللي بإشهاد ديال هاد الناس، منهم مهنيين منهم رؤساء ديال الجمعيات، وبصفتي كرئيس جمعية ديال السلام قوارب الصيد التقليدي،
واحد الاشهاد غنشهدوا لله بان لهذا الاخ كنعرف واحد المده ديال 26 سنه ما يقارب 26 سنه لانه المعيشه ديال هذا الشخص لانه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يعني قوت يوم راه ماشي سهل، مدخول يوم ماشي سهل، ما دارك مده ديال 4 سنوات لا دخل له. يعني هذا السيد منين كيعيش منين كيدخل؟ فبإذا كيجي الاداره المعنيه بالامر يعني خصها تسوي لي الوضعيه. يعني هو كما كيدعي هو شخصيا بانه الوثائق القانونيه عنده وكل الممتلكات اللي كيتلزم في القوانين ديال السيد سويلكا. يعني خص الاداره المعنيه تشوف لهاد الناس المهنيين خصوصا المهنيين، اما الناس اللي هما مالين المال ومالين سميتو ما ربما ما كيلتاجوش لهاد الالتفاته، ربما كيلتاجو التفاته اخرى. بالنسبه للاداره المعنيه كتقول لك القانون ماشي عندي، القانون عند الوزاره. يعني مادام هاد السيد هذا غيمشي للوزاره يعني راه خصو ما يكلف واحد 1500 درهم ولا 2000 درهم باش يمشي للرباط وخص طلع هباط وصل للاداره. يعني كاين معاناه المهني بالنسبه للمهني كمهني بحار. اما بالخصوص الاخ احمد رضيان اللي هو دقينا كاع البيبان وما خليناش شباب، ما خليناش شباب، والتفتنا للسوائل الصلح، سوائل كاع جميع النقاط، جميع الشخصيات الكبرى، وكنطالب هاد الناس ياخذوا الاخ محمد هذه شهاده لله، ياخذوا ليه كرئيس. انا كرئيس كنتكلم معكم كرئيس جمعيه قوارب صيد جمعيه السلام، لهذا الشخص راه كيعاني واحد المعاناه ما غنقدرش نوصفهم لك، لانه مادام وصل لهاد الحاله الا الانسان راه وصل لواحد مخيط الحكم ديالو، يعني تعبيرا او احتجاجا على الشيء اللي وصل ليه. انتم كرئيس شنو المبرر اللي تيقدموا لكم هذه المسؤوليه؟ شنو المبرر؟ ضروري تيكون شي مبرر على اساس كاين هذا الفعل. هي بالنسبه للاداره المعنيه هي خصها تاخذ واحد منبر. يعني ما دارت الاداره هنا الا المتطلبات القانونيه كطلبهم من هذا الشخص اللي هو مهني، اي شخص مهني وكيمارس هذه المهنه، وهما كيعرفوا اي واحد كيعرفوا كيمارس هذه المهنه. ولكن باش يولي واحد مهني وما مستافدش 4 سنين بحال احمد رضيان من 2017 اللي هو كيعاني وداز الوباء وداز هذا سميتو، يعني كاين واحد كاين واحد الاهمال، يعني كاين اهمال. لهذا كنرسل واحد الرساله الى السيد وزير صديقي والناس الاداره المعنيه السي المندوب، لانه في احد الاخلاق اللي هو يعني متفاهم مع الناس المهني، وحاولوا يديروا التفاته لهذا الشخص هذا، لانه سي محمد خونا وكبرنا معاه والله عمره دار، ماشي شي واحد اللي هو وكيلبي الطلب اي واحد، ما التليفون ديالو ما كيطفاش، ولكن الحاله اللي وصل لها لا هو لا الاخ رضيان ولا كاينين ناس قوارب صيد تقليدي اللي هي صغرى ماشي سويلكا، يعني كاينين كيعيشوا معاناه وحاولوا الله يجازيكم بخير. انا كرساله للاداره المعنيه يديروا التفاته لهذا المهني اللي هو بحري، وكنشكر حوار بريس.